قالوا من هو هذا؟ ارتجت المدينة كلها. في إنجيل متى إصحاح 21 آية 10 مكتوب: ولما دخل أورشليم ارتجت المدينة كلها قائلة: من هذا؟ فقالت الجموع: هذا يسوع النبي الذي من ناصرة الجليل. فإذا هذا الحدث مهم جدا اللي بيبتدي في الأسبوع الأخير بدخوله وبينتهي بقيامته في يوم الأحد. منشوف أحبائي عدة أمور. أولا منشوف توقيت الله العجيب للأحداث، كان لازم يكون قبل الفصح حتى يموت المسيح كفصح كحمل الله الكامل. شيء تاني منشوف لاهوت المسيح وسلطان المسيح على الأحداث حتى عرف وين الحمار وعرف الأحداث والتوقيت المناسب. منشوف سلطانه، منشوف علمه السابق، منشوف قدرته، منشوف غيرته اللي بتعبر كلها عن لاهوت المسيح. شيء ثالث منشوف سيادة الله المطلقة الكاملة على كل شيء في الأسبوع الأخير ليكون فصحنا. دخل المسيح ليس كملك أرضي لكن كملك سماوي أحبائي، لتتميم نبوة زكريا إصحاح 9 والآية 9: يدخل كملك راكب على أتان على حمار. هذا الملك الذي يدخل هو عادل ومنصور. ثم أحبائي شيء آخر، من خلال دخول المسيح إلى أورشليم نرى كمان مش بس تتميم النبوة، منشوف وحدة كاملة بين اللاهوت والناسوت. لما طلب من التلاميذ أن يجيبوا الجحش بن أتام، وإذا سألكوا قولوا الرب محتاج، الرب تحمل في طياتها كل أمجاد اللاهوت، فالمسيح هو الرب محتاج تحمل في طياتها كل وضاعة الناموس. أوليس عجبا أحبائي أن هذا الرب خالق السماء والأرض يولد في مذود وليس له أين يسند رأسه، وعاش في بلدة متواضعة مثل الناصرة، وها يدخل ما عندوش حتى حمار، بيستعير حمار حتى يدخل أورشليم. لكن طبعا كانت القلوب كلها مهيئة للمسيح، كانت القلوب كلها ترجو المسيح، فرشوا الملابس وهتفوا ورددوا بأصوات: أوصنا لابن داود، مبارك الآتي باسم الرب. وحدة كاملة بين اللاهوت والناسوت في اتحاد كامل. ثم أحباء المسيح لم يدخل بالخيل ولا دخول ملك أرضي ولا فتوحات أرضية ولا دخول عسكري أو سياسي ليخضع بلد معينة، لكنه دخل لكي يملك على القلوب بالمحبة، لكي يملك على قلوب الناس. مع أنه بكى على أورشليم هذه المدينة العاصية، لكن في قلوب كتير كانت مستعدة ليسوع المسيح. قالوا من هو هذا؟ ارتجت المدينة كلها. كان بيرددوا مزمور 118 اللي بيرددوه في أيام الفصح: مبارك الآتي باسم الرب، أوصنا في الأعالي، أوصنا لابن داود، دخول يسوع الظافر إلى أورشليم.